وحشتني. ما تشوفيش وحش. عرفت ان حصل عركة في الحتة النهاردة؟ عرفت. طبعا مالك قالك. مالك اللي قال لي. يا ترى بقى عرفت مين الواد ده ولا لا؟ بكره سؤال يعرف الموضوع ويرجع لي. الواد قرب لك؟ لا طبعا، ده كان زمانه في عداد لموت وحياتك. كل الحكايه ان هو كان ماشي ورايا مش عارفه ليه. ماشي يا اختي، بطل لك يلا روح احضر الحمام. نعم. ازيك يا بيبي؟ زعلانة مني طبعا، مش عايز ترد عليا مش كده؟ معلش. عموما أنا جاي لك بخبر حلو. فعلا أشك. إيه بقى؟ أنا عارف إن أنا بقالي فترة شخص كريه، شخص سيء معاكي، وده تعبني من جوايا قوي يا غزل، قوي قوي صدقيني. عشان كده انا بدات اخد علاج، دواء جديد لسه نازل بعت جبته من اليابان، بشتغل على الجهاز العصبي اللي هو مسؤول عن كل الهرتله اللي انا بهرتلها معاكي دي، تخليني اخرج عن طوري. هو ده الخبر الحلو؟ المفروض ان هو خبر حلو، لكن مش ده بس اللي انا جاي لك عشانه. غزل، بكره بامر الله نطلع السخنه ناكل اكله سمك عجم واسلمك مفاتيح الفيلا بتاعتك هناك. فيلتي؟ فيلتك؟ باسمك. هديه بسيطه مني، اعتبريها اعتذار بسيط مني على اي حاجه أنا عملتها وضايقتك. وأنا آسف. مش مصدقة ولا إيه؟ العادة أهو، اتفضلي. غزل، للمرة المليون. أنا بحبك أوي. أنا مش استغنى عنك. أنا آسف. يلا مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.